لو عجبكم النوع ده من الحلقات يا ريت رجاء تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات عشان نقدم حلقات أكتر وأكتر من النوعية دي. سبحان الله، تحس إن هي متحفظة فنق كلامي، يعني أنا وأنا بتكلم مع أنثى الطول لأول مرة أو بتعامل معاها أقول الأنثى دي مش أي كلام ينفع يتقال لها، لازم ننقي وندقق ونختار كمان رزينة، يعني ما تقولش عليها خفيفة، تقول عليها أنثى تقيلة وعقلانية كده. عارفين الأنثى اللي احنا نقول عليها تقيلة في نفسها، ده الانطباع الأول اللي بنسبة مش 90%، 99% رجال وإناث ياخدوه عن الأنثى دي. يعني الخيانة مش من صفاتها إطلاقا، أي نعم في بعض، يعني كل قاعدة شواذ زي ما بنقول، ولكن بطبعهم إناث برج الثور الترابي من أكثر نساء الأبراج إخلاصا. مشكلتها أنها لا تقتنع بسهولة، بل يجوز أن نطلق عليها يعني نقول لا تقتنع أصلا، يعني واحدة من أشد الأبراج عندنا. إحنا قلنا إن امرأة الأسد عنيدة، الحمل الجدي العقرب، ولكن هي أيضا عنيدة. كل دول طبعا أبراج عنيدة، ولكن بنسب متفاوتة أنثى برج الثور هي أشدهم عندنا. مشكلة أنثى برج الثور أنها لا تقتنع أبدا بسهولة، مش أي حد يقنعها، وكمان مش أي حاجة تدخل دماغها. التي لا تقاوم فيها بصراحة هي صفة الرزانة المصحوبة بالجاذبية اللامتناهية. تتعامل مع الأنثى دي ما تعرفش في إيه، رزينة أوي، عقلانية أوي، جذابة جذابة من هنا لحد السنة الجاية، بس جاذبيتها لما تتعامل معاها أكتر، يعني لما يكون في بينك وبينها كلام ومعاملة وتعامل أكتر ما تشوفها من بعيد لبعيد كده. هي مش سريعة على فكرة التقييم، يعني احنا قلنا مثلا امرأة أنثى الأسد أو امرأة مثلا الحمل، قلنا إن هي بتبقى سريعة في التقييم شوية، ممكن تحكم عليك من أول مرة وتقيمك من أول مرة. أنثى الثور بقى هنا العكس شوية، ممكن إيه مرة واتنين وعشرة، بتدي لنفسها يعني فرص كبيرة قوي عشان تقدر إن هي تاخد قرار في شأنك بالنهاية. وده أيضا من الأشياء الجميلة في شخصيتها، يعني إن هي مش متسرعة في الحكم عليك بطبعها، ما عندهاش أبدا أي نوع من أنواع الجفاء أو الغباء. يعني حنينة بمعنى كلمة حنينة، من الإناث الحنونة جدا، واللي على فكرة أي موقف بيأثر فيها داخلية، ولكنها مش دايما اللي بتشعر بيه بتعبر عنه، يعني من الأبراج الكتومة شوية، أو من الأبراج اللي ما تنتظرش منها إن كل حاجة جواها أو في مشاعرها هتبديها. في أبراج على فكرة كل اللي بتشعر بيه بتبدأ إن هي تبديه وتظهره. أنثى برج الثور مش من الأبراج دي، أنثى برج الثور العكس بقى، يعني انت لو مرتبط بيها اعرف ان هي مش دايما يعني هتحط لك بقى اللمسات الرومانسية، ودايما هتقول لك الكلام اللي هو الحلو والكلام اللي هو الحب وتعبر لك. لا، انثى برج الثور عقلانية بشدة، عقلانية قوي، والعقلانية بتاعتها احد السمات الملفتة في شخصيتها كمان، او بمعنى كده ادق، مش اي حاجة تقنعها. عندها قدرة كبيرة قوي على الاحتواء، وكمان في تربية الأسرة هي ست بيت من الدرجة الأولى، من الأبراج اللي نقدر نقول عليهم ست بيت من الدرجة الأولى. صراحة أنثى برج الثور فيها مميزات كتيرة قوي، ولكن زي ما قلنا هي صعب إن أنت تقنعها شوية، وده ممكن اللي بيكون بقى بيسبب بعض المشاكل للطرف اللي هو مرتبط بيها، ان هو عشان يقنعها بوجهة نظر معينة ممكن يتعب شوية، يعني دماغها ناشفة حبتين زي ما احنا بنقول. يعني الجاذبية نوعين، انا كنت عملت حلقات في الجاذبية، وفي بعض اصدقائنا يعني اختلط عليهم الامر، قلت ان في ابراج تقع في حبها من النظرة الاولى، وفي ابراج يعني جذابة ولكن انت بتحتاج ان انت تتعامل معاها وبعد كده بتنجذب ليها انجذاب شديد قوي. يعني الجاذبية نوعين، في نوع انت تنجذب له من هيئته ومن شكله كده، وفي نوع تاني لما تتعامل معاه وتغوص وتتعمق في شخصيته وتقرب منه ما تقدرش تستغنى عنه وتتعلق بيه لدرجة الادمان.
انثى برج الطور من النوع ده، من النوع التاني ده، ان انت لما تتعامل معاها وتتعرف على شخصيتها، انت اول ما بتتعامل معاها بتعرف على طول ان هي شخصية مختلفة جدا جدا عن اي انثى اخرى. ومع ذلك تأكد واعرف ان انت لما بتخونها انت بتذبحها بسكينة باردة، لانها من النوع الكتوم، من النوع اللي بيحتفظ بكبريائه لنفسه، مش من نوع الشكاي، مش من نوع اللي دايما ساحب همومه وراه واي حد يلاقيه يقعد يقول له والنبي خد شيل عني شوية، مش من النوع ده. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تبقى معاها في علاقة وهي علشان تحافظ على العلاقة دي تيجي على نفسها، من الابراج ومن الستات اللي بتيجي على نفسها. بتيجي على نفسها ليه؟ عشان ممكن خاطر اهلها، عشان ممكن خاطر ولادها، عشان ممكن خاطر حبها، ايا كان المسمى. لازم تكون ملم بالنقاط دي، لازم تعرف ان انت معاك جوهرة، ولا سيما في الاخلاص وفي الصبر وفي صفات كتيرة. قدرها قدرها، عشان على فكرة هي من الشخصيات اللي نادرا نادرا يكاد يكون مستحيل بعد الخيانة ترجع لك مرة تانية. اوريدي في حالات شاذة، اوريدي في حالات بترجع، ولكن بيكون ليها ظروف خاصة. صدقني هتلاقيها بترضى بقليله، يعني مش هتطلب منك حاجة فوق استطاعتك، ومش هتحسسك أبدا على قد ما تقدر بنقص سواء مادي أو أيا كان في أي جانب من شخصيتك، ولا سيما لو حبتك. مخلصة وصبورة وليها قوانينها الخاصة. هي من الشخصيات أو من الستات أو من البنات اللي شخصيتها قوية جدا. فكرة وملفتة في لبسها على فكرة، بس ممكن ما تلاقيش لبسها يعني في الألوان مثلا اللي هي المشعة دي، ممكن ما تلاقيش في أفورة شوية، ما تلاقيش في اللمعان الملفت ده، ولكن بتلاقيه في لمسة رقي كده، بتلاقيه في تناسق عجيب كده، أو تناسق يشدك، تناسق يعني يريحك كده في النظر ليه. وأيضا هي يعني بتحاول إن هي تختار كل حاجة بدقة، بتحاول ان هي تختار كل حاجة بتأني، وزي ما قلنا من شوية باقتناع تام. من اجمل يعني المميزات اللي في انثى برج الثور انها لا تتعدى حدودها كامرأة مهما كان، ومهما كانت طبيعة شخصية الطرف الاخر، حتى لو حست ان هي اقوى منه في الشخصية او في اتخاذ القرارات، بتلاقيها بتحاول ما تحسسوش بكده، عكس نساء تانية ممكن أول ما تحس إن هي يعني أميز من الطرف الآخر تبدأ إن هي تشوف نفسها عليه، وتبدأ إن هي تحاول تمتلك زمام الأمور وزمام القيادة حتى علنا قدام الناس، وده طبعا بيبقى شيء غير محبب. أنثى برج الثور يعني ما فيهاش الحتة دي، بتحاول إن هي تعليه، بتحاول ان هي تنصحه وتطور من شخصيته وبينهم وبين بعض، يعني ما بتتباهاش قدام الاخرين بحاجة زي كده. يعني انثى برج الثور على فكرة من الاناث اللي ممكن ما تلاقيش ليها اصدقاء مقربين كتير، بس ممكن تلاقي ليها معارف كتير، لانها مش اي حد زي ما قلنا بيعجبها، عشان كده هي عايزة الصديق او الصديقة المقربة ليها دي تكون فيها الصفات اللي هي بتتمناها او الصفات اللي هي بتأملها. طبعا ده احيانا ما بيكونش متوفر في كتير جدا من الاشخاص اللي هي بتقابلهم في حياتها. الشخصية ثابتة المبادئ وفي الحب لها وضع مختلف ومميز تماما. ليه؟ ده اللي هنعرفه احنا بنتكلم عنها في موضوع حلقتنا النهاردة.